أتقدم لكم بهذا صيبالة الشكر والتقدير على تلبيتكم دعوة المعاملات والعاملين في هذا القطاع ظروف عمل لائقة دون إفراط أو تفريط. أختم عملية ونوعية للإسقاط برموز الفساد ومحاسبتهم والحرص على عدل. في هذا العيد العالمي ينتظرون رسائل أقوى وأشد وضوحا من الحكومة التونسية. شكرا نجل البغوري. يهمني أن أهنئ جميع الصحفيات والصحفيين في تونس وكل المساهمين في العملية الإعلامية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وأحيي من خلاله كل الصحفيين في العالم الذين يتحدون المخاطر والتهديدات من أجل الانتصار للحقيقة والإعلاء من شأن هذه المهنة النبيلة. إن مجهودنا ينسجم مع توجهات الدولة التونسية في حماية الصحفيين أينما كانوا وتوفير كل سبل الدعم القانوني والعملي لهذه لهم وتفعيل الإرادة السياسية في ملاحقة كل من يلحق الأذى بهم مهما كان موقعه. بالهيئة الوطنية للحقوق الأساسية من أجل سيتدعم قريبا من خلال تنظيم المرسومين 115 و116 بشكل قانون وتطويرهما في اتجاه حماية الصحفيين ودعم تنوع استقلالية وسائل الإعلام، وسنعلن في الأيام القادمة على العديد من الإجراءات في اتجاه الصحفيين وحماية حقوق الصحفيين. ستسعى الحكومة الوحدة الوطنية على المحافظة على هذا المكسب وتدعيمه بالتشريعات بالقوانين، وقلنا أنه المراسيم 115 و116 بمشاركة المهنة وبمشاركة أهل الصحفيين والإعلاميين سيقع تحويله إلى قانون يضمن يحمي الصحفيين ويحمي هذه المهنة النبيلة. هناك تعهد من الحكومة في هذا المجال، كان لنا جلسات عديدة مع المدخلين في هذا القطاع، إن شاء الله في الأيام القادمة سيكون هناك مجلس وزاري مضايق مخصص للقطاع ونتخذ فيه إجراءات لفائدة القطاع.